الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله لا نحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه فله الحمد نحمده سبحانه وتعالى في السراء والضراء نحمده على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد أيها الإخوة الكرام اتقوا الله جل وعلا كما أمركم والزموا عروة الإسلام الوثقى فإنها الزاد وبها المعاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب إخوة الإيمان اعلموا علم اليقين أنكم في يوم عظيم في يوم عظمه الله سبحانه وتعالى في يوم شرفه الباري جل في علاه فأقسم به بقوله والشفع والوتر فأقسم به بقوله وشاهد ومشهود أقسم الله بهذا اليوم العظيم لشرفه ولعظمته وللخير الذي فيه وما يعلم هذا الخير إلا الله سبحانه وتعالى إخوة الإيمان هذا يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر هذا يوم مبارك يوم يتقرب فيه الناس في مشارق الأرض ومغاربها إلى الباري جل في علاه بأضحياتهم بإراقة الدماء وبالتكبير وبالتهليل وبالتحميد لأن الله جل وعلا أمرهم بذلك وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فالله أكبر فالله أكبر فالله أكبر فالله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إخوة الإيمان إخوة الإيمان في مثل هذا اليوم المبارك يجب على الإنسان أن يستحضر معالم ثلاث أن يستحضر في حياته معالم ثلاث أو أمورا ثلاث احفظوها عني رعاكم الله أيها الإخوة الكرام الأمر الأول وحدة الدين هذا الدين هو دين الأنبياء وحدة هذا الدين وهو دين الأنبياء جميعا وهو الإسلام الأنبياء جميعا دينهم واحد دينهم واحد عليك أن تعلم هذا ولا تشك فيه قيد أمله إخوة الإيمان الأنبياء جميعا دعوا إلى توحيد الله جل في علاه دعوا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى دعوا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الأضاحي التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فقال هي سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام مثلما نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة ونرمي الجمرات اتباعا لهدي نبينا إبراهيم عليه السلام ثم لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام اعلموا رحمكم الله أن نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ويوسف وهارون والأنبياء جميعا ما ذكر وما لم يذكر نهجهم واحد كلهم يأمرون بتوحيد الله سبحانه وتعالى كلهم أسلموا لله جل وعلا بل أقول كلهم مسلمون كلهم مسلمون بدون استثناء لكن هناك شبهات قال الله تعالى وما كان ما كان لبشر ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بعد إذ أنتم مسلمون وهذا هو الشاهد من الآية إخوة الكرام. نعم لا بد أن نعلم علم اليقين أن هذا الدين هو الدين العظيم الذي شرفه الله عز وجل واختاره لأنبيائه واختاره لأوليائه واختاره لأتقيائه واختاره لأمة سيد المرسلين. وفقنا الله وإياكم لتطبيق هذا الدين وللسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اعلموا إخوة الإيمان أن هذا الدين أي دين الإسلام دين يسر لا عسر فيه لا مشقة فيه لا عناء فيه لا تعب فيه لكن كلها شبهات وشهوات. نعم يسر في التكاليف يسر في الأوامر والنواهي يسر في العقيدة والشريعة يسر في الحلال والحرام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الأمر الثالث يجب أن يعلم الجميع أن دين الله وحدة متكاملة أن هذا الدين لا يتجزأ لا يتفرق لا يتقسم لا يقسم هذا الدين دين واحد كامل شامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة لا ينبغي على المسلم أن يأخذ من الدين ما طاب له ولذ ويترك ما شاء يطبق الشريعة في هذا الجانب ولا يطبقها في هذا الجانب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ما عليك إلا أن تقول كما قال الأولون سمعنا وأطعنا ولا تقول كمن قال سمعنا وعصينا. فلنتق الله عز وجل في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. فالله لا يقبل منك أن تعمل بالدين في جانب دون جانب بل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل عملك في هذه الدنيا كل أحوالك كل أعمالك كل أقوالك لا بد أن تكون لله جل في علاه. دعاؤك صلاتك صومك عملك عادتك كل شيء في مناحي حياتك يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى إخلاصا لله جل في علاه إجلالا لله سبحانه وتعالى إذا أردت النجاة أخي الحبيب. نعم فبعض الناس يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فبعض الناس يظنون أن الدين قد انتهى على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الناس يظن أنه إذا سافر إلى بلاد كذا أو كذا قد تحرر من القيود وليس للدين أن يحكمه وليس للشرع أن يحكمه فيدعي الحرية ويدعي أنه في عالم أو في زمن غير زمن الأولين وغير زمن الأنبياء والصالحين. لا أخي الحبيب اتق الله حيثما كنت في الشرق أو في الغرب في هنا أو هناك فاتق الله عز وجل واعلم بأن الله يراك اعلم بأن الله يراك وأنت في ملكه ولا يصلح للمملوك أن يعمل إلا ما أراد الملك. فمن أراد أن يعصي الله فليخرج من ملكه فمن أراد أن يعصي الله فلا يأكل من رزقه فمن أراد أن لا أن يعصي الله فليتجرد من عبوديته لله. نعم إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا للات
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى. فلنتق الله عز وجل أيها الإخوة الكرام. نعم، لا بد أن نعلم أن هذا الدين لا يتجزأ. قال الله تعالى: خذوا الكتاب، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. نعم أخي الحبيب، إخوة الإيمان، اذكروا نعمة الله عليكم في مثل هذه الأيام المباركة، أفضل أيام السنة، حين أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو واقف على صعيد عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيه الله لنا هذا الإسلام، رضي الله عز وجل لنا هذا الدين. ألا نرضاه لأنفسنا؟ فالدين كامل والحمد لله، والنعمة تامة ولله الحمد، وقد رضي الله لنا هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، هو الدين الذي لا يقبل الله سواه. لا تغتر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما رزقه. أيها المسلمون عباد الله، قد خصكم الله جل وعلا بخير كتاب أنزل، وخصكم بخير نبي أرسل، وقد خصكم بهذا الدين الحنيف الذي هو دين الأنبياء جميعا. يقول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يقول الله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. مسلمون يا مسلمون، اعتزوا بدينكم، اعتزوا بدينكم يا مسلمون، يا مؤمنون اعتزوا بإيمانكم، فأنتم كما وصفكم الباري جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم ولا تزالون. لكن متى؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قد يبتلى الإنسان في بلده، قد يبتلى الإنسان في موطنه، لكنه تمحيص، غربلة، امتحان وابتلاء. حينما تقتحم العقبة تفوز وترى النصر وترى النور. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الكافر كافر ومنعم ومكرم ويشرب وينعم ويعمل، لأن الدنيا ليست معيار. يقول الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي نقص عليه رزقه فيقول ربي أهانن، فيأتي الرد الإلهي: كلا، ليس ذاك، ليس هذا هو المعيار، ليس هذا هو الميزان. العطاء في الدنيا ليس دليل رضا، والمنع عنها ليس دليل سخط. الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. أعطيت الدنيا لقارون، أعطيت الدنيا لفرعون، أعطيت الدنيا لهامان، ولم تعط الدنيا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، لم تعط له وهو أفضل خلق الله على الإطلاق. عاش مسكينا، عاش فقيرا، لكنه ملك الدنيا بأكملها، ملك القلوب. هكذا يجب أن نكون،
لا نغتر بالدنيا ولا نغتر بتقلباتها، كما جاء في صحف إبراهيم وموسى: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يضحك، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يضحك، وعجبت لمن أيقن بالدنيا وتقلبها على أصحابها كيف يطمئن لها. نعم، كيف تطمئن لها؟ كم من فقير اغتنى وكم من غني افتقر، كم من سقيم شفي بإذن الله، وكم من صحيح مرض. هذه هي الدنيا، لكن المضمار والنجاة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع. في مثل هذا اليوم أيها الإخوة الكرام، في مثل هذا اليوم نتذكر أن هذا الدين قد أتمه الله عز وجل واختاره لنا دين الإسلام، فلنعتز به ولنتشبت به ولنتمسك به لمن أراد الفوز والنجاة. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. إخوة الإيمان، عباد الله، تذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم وقف على عرصات منى يخطب في الناس، أي في المسلمين، يقول لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. تذكر أيها المسلم أن دم المسلم عليك حرام، وأن عرض المسلم عليك حرام، وأن مال المسلم عليك حرام، وأن السعيد الموفق من لقي الله عز وجل طاهر اليدين من دماء المسلمين، طاهر اللسان من أعراض المسلمين، طاهر البطن من أموال المسلمين ومن ميراث المسلمين. ما أكل مال هذا، ولا ميراث هذا، ولا سفك دم هذا، ولا انتهك عرض هذا. هذا هو السعيد الموفق، إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنت أيها المسلم، يا من تقول الله أكبر، يا من تقول الله أكبر، فالله أكبر حقيقة لا مجازا. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من المال والثروة، الله أكبر من الدور والقصور، الله أكبر من الدول، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من الجاه والمنصب والشهوة والشهرة والشهوات، الله أكبر من القبيلة، من الحزبية، الله أكبر من الطريقة، الله أكبر من الجماعة، الله أكبر من كل شيء. حينما تعلمها يقينا وتعتقدها صادقا، فاعلم أنك تقولها بصدق، وتقول الله أكبر حقا. الله أكبر من كل مشكل عندك، الله أكبر من كل هم عندك، الله أكبر من كل غم عندك، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قلها وقلها صادقا بقلبك، واعلم أن الرزاق هو الله، واعلم أن المحيي هو الله، واعلم أن المميت هو الله، واعلم أن الأمة، الإنس والجن، لو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
هذا هو معتقد المسلم، هذا هو ديننا يخبرنا، هذا هو الدين الحق الذي يخبرنا بحقائق الأمور حتى تستقيم لنا الحياة، حتى نطبق شرع الله في حياتنا، وبذلك نحيا سعداء. نحيا سعداء لأنه من طبق شرع الله وعاش على دين الله ومنهاج الله عز وجل، قال الله ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، لا شك فيه، هدى للمتقين، هدى للمتقين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلنرجع إلى ديننا، ولنرجع إلى قرآننا، ولنرجع إلى سنة نبينا إذا أردنا الفلاح وإذا أردنا العزة. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. فهذه نصيحتي لإخواني، إخواني المغاربة، إخواني من سوريا، إخواني من كل صوب، في كل مناحي العالم، نواحي العالم. أنصحكم عضوا على هذا الدين بالنواجذ، لا تغرنكم أخطاء المسلمين، لا تغرنكم، لأن الحق واحد. وقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. خلاص، إنسان يعلم علم اليقين أنه سيقف يوما بين يدي الله وسيحاسب على الصغير والكبير. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. القرآن يخبرنا والسنة تعلمنا، فلنتشبث بديننا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مسلمين حقا. اللهم ارزقنا توبة نصوحة لا نضل بعدها ولا نشأ. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم وفقنا لكل خير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب في ديننا، اللهم يا رب احفظنا في أوطاننا، اللهم يا رب احفظنا في أبنائنا، اللهم يا رب احفظنا في أزواجنا، اللهم احفظنا في معارفنا وأحبابنا. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، فاللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا. اللهم يا رب لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها رضاك إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رضاك، اللهم ارزقنا رضاك، اللهم ارزقنا رضاك، اللهم ارزقنا رضاك ورضا والدينا، اللهم ارزقنا رضاك ورضا والدينا. اللهم يا رب من كان والداه على قيد الحياة فاللهم بارك في عمرهما، ومن كان والداه تحت التراب اللهم ارحمهما رحمة واسعة، اللهم ارحمهما رحمة واسعة، اللهم ارحمهما رحمة واسعة. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يسر حسابهم، اللهم يمن كتابهم، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم تولى أمرنا واصرف السوء عنا. اللهم أعلي راية الإسلام في كل مكان، اللهم أعلي راية الإسلام في كل مكان. اللهم يا رب اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الوباء واصرف عنا الغلاء
واصرف عنا الزنا والربا وسيء الأعمال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك شكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا يا رب لك آمرين بالمعروف وناهون عن المنكر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم تولى أمرنا وأمر أبنائنا، اللهم تولى أمرنا وأمر أزواجنا. اللهم يا رب احفظنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجز عنا إخواننا خير الجزاء، اللهم اجز عنا إخواننا خير الجزاء الذين أعانوا وساهموا ووقفوا وحتى أقاموا هذا المسجد تقام فيه الصلوات. اللهم وفقهم لإتمام هذا البيت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الأخوات اللهم احفظهم يا حي يا قيوم، اللهم يسر أمورهم واستر عيوبهم وفرج كروبهم واحفظهم في أبنائهم وأزواجهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الإخوة جميعا اللهم يسر أمورهم واستر عيوبهم وفرج كروبهم واقضي ديونهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ومرة أخرى أذكر إخواني عدم العناق والمعانقة والمصافحة حتى إن شاء الله تعالى يعني لا يتفشى هذا المرض ويكثر، فمن باب خذوا حذركم ومن باب الحيطة والحذر. فنسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. ومرة أخرى تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.